الملائكيين في ثياب الملائكة، ملامحهم فوق مستوى الشبهات، لكن قلوبهم مليئة بالغل وأهدافهم خفية. جرائم بشعة يجري التخطيط لها بعناية، وتفاصيل لا يصدقها عقل. الظرف المشدد في قضايا القتل مع سبق الإصرار والترصد، حلقة خاصة يناقش فيها الأفوكاتو الدكتور أيمن عطالله ضيوفه من المتخصصين. الثلاثاء 8 ديسمبر في 5 مساء على القاهرة والناس. الأفوكاتو، إزاي تاخد حقك بالقانون. أهلا بكم في العاصمة.